السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى نرجع السلام. لموضوعنا، موضوع الرياضة المنفصلة، والفصل الرابع له أنظمة العد. أنظمة العد هذا من المواضيع السهلة والأساسية والمهمة واللي بتهمنا إحنا يعني كعلوم حاسوب أو تطبيقات يعني تكنولوجيا معلومات بشكل عام. فأنا حمر على السلايدات بشكل سريع. تمام، أنتم أيكم موجودين، إذا في أي سؤال أو إضافة فبتسألوا مباشرة. تمام، تسألوا مباشرة. الآن اللي حنشوفهم إحنا تقريبا 3 سكاشن أو 6. السكشن الأول يحكي عن الديفيجن اللي هي القسمة، والسكشن اللي بعديه 4.2 بيحكي عن اللي هو التحويلات الرقمية، يعني أنظمة العد الرقمية والباينري والأوكتال والهكساديسيمال والتحويل فيما بينهم والنظام العشري طبعا. والسكشن الثالث، تمام، السكشن الثالث بيحكي عن اللي هو البرايمز نمبر، الأعداد الأولية والقاسم المشترك الأكبر، والقاسم المشترك الأكبر. والسكشن اللي بعديهم مباشرة 6.4 بحكي عن الكريبتوغرافي اللي هو موضوع التشفير، موضوع تشفير البيانات. تمام، فالآن أول سكشن ديفيجن والقسمة، والقسمة هذه احنا بنعرف يعني أهم حاجة في القسمة بالنسبة لنا لموضوع باقي القسم. باقي القسم لما نقسم مثلا 7 تقسيم 3، بنقول 7 تقسيم 3 بيساوي 2 وباليد 1. تمام، فلما نيجي نقول والله ايش باقي قسمة السبعة على الثلاثة، ايش حنقول؟ 1. حنقول 1 بالضبط. هذا هو اللي بهمنا، موضوع يعني باقي المد قسمة هو المهم، هو اللي يعني حنركز المود عليه. المد بالضبط، المد هو موضوع باقي القسمة. الآن في بعض طبعا العمليات زي مثلا هذه الإشارة العصاية هيك تقسم، معناها 3 تقسم 7. تمام، 3 لا تقسم 7. تمام، فإذا كانت الإشارة بالشكل هذا 3 تقسم 7، إيش يعني 3 تقسم 7؟ يعني 7 تقبل القسمة على 3 بدون باقي. طب هل 3 تقسم 7؟ طبعا لا، 3 لا تقسم 7، بمعنى 7 لا تقبل قسمة على 3 بدون باقي. 3 تقسم 12؟ 3 نعم تقسم 12، لأنه 12 تقبل قسمة على 3 بدون باقي. هذا شوية خصائص بس بدك ترجع لها زي اني خمسة حكيها يعني، فقط مجموعة هو خصائص وبدك تعرفها يعني. إذا كانت الـ A بتقسم الـ B يبقى ليه بتقسم البي في السي، اذا ليه بتقسم البي والبي بتقسم السي فانه ليه بتقسم السي. تمام، فبس خصائص بدنا يعني نعرفها ونحفظها. الان المهم هنا ايش هو اللي هو نظرية القسمة هاي. تمام، اي بتساوي دي في كيو زائد الار، الار هو الريميندر و الدي هو يعني او الكيو هو الكوشن ناتج القسمه. القاسم، لا الكيو ناتج القسمه كوشن تسموه، والاي هو الديفايدند اللي انا حاقسمه يعني، والدي هو الديفايزر. الدي هو الديفايزر، الديفايزر يعني اللي احنا بدنا نقسم عليه. تمام، اللي بدنا نقسم عليه. لو قلنا مثلا هنا كمثال 101 وال11، فال101 هي الاي وال11 هي الدي، فبنقول ببساطة ان 101 بتساوي ال101 بتساوي ال11 ضرب 9 تمام زائد 2. تمام، يعني يعني زي الاثنين هي كمية الريمايندر.
هاي المية واحد اللي هي الـ A يساوي ودي هي الـ 11 اللي قلنا بيساوي نقسم الـ 11 11 اللي هي الـ D ضرب الآن هنا بدنا القيمة ناتج القسمة زائد ايش باقي القسمة هذول القيمتين المهمات قديش اللي هنا 9 99 زائد الكوشنت هذا الكوشنت بالضبط اثنين ريمايندر والكي الريمايندر تمام الآن ايش الشرط هنا عشان نعرف نحسب الموضوع هذا الشرط هان انه يكون الريميندر دائما اقل من الديفايزر واكبر من او يساوي الزيرو تمام يعني الار هذه لازم تكون اصغر من ال11 واكبر او يساوي مين الزيرو هذه النقطه ريميندر وين لو سالب 11 is divided by 3 ايش حنقول الان بدنا نقسم السالب 11 على الثلاثة تساوي 3 تمام ضرب هنشوف مين الشاطر اللي بده يحسب لنا هذه ضرب ايش اللي هو الكوشن نحسبه تمام زائد الريميندر خد بالك ايش الشرط 3 في سالب 4 3 في سالب 4 في سالب 4 زائد 1 3 ضرب سالب 4 زائد 1 ممتاز لو اجى واحد فكر انه 3 في سالب 3 بعدين زائد سالب 2 ايش بصير؟ بصير غلط لانه لازم قلنا الريميندر ايش ماله الريميندر؟ لازم يكون اكبر من صفر لازم لازم الريميندر ايوه بالضبط فهيك انت 3 في سالب 4 سالب 12 زائد 1 سالب 11 تمام هذه خلصنا منها لا فيش سؤال خلاص هاي كل قصة اللي هو الموضوع هذا انك تقدر تحسب ناتج القسمة وايش وباقي القسمة خصوصا مع الاعداد السالبة طيب في كمان علاقة بسموها الكونجروانس ريليشن علاقة تطابق بين رقمين تمام بنقول والله انه الـ A بتطابق الـ B تمام إذا كان باقي قسمة الـ A على الـ M هو نفسه باقي قسمة الـ B على الـ M فإحنا بنقول إذا كان الـ A والـ B لهم نفس باقي القسمة على الـ M فإيش بنقول عنهم الـ A والـ B؟ بنقول عنهم متطابقين تمام؟ بنقول A متطابقين متطابقين A is congruent to B مد الـ M is congruent to B مد الـ M فهاي اللي هو يعني فكرة التطابق أو الـ congruence relation إنه A is congruent للـ B مد الـ M إذا كانت الـ A والـ B ما لهمش نفس باقي القسمة ايش بنقول A لا تطابق الـ B الـ A لا تطابق الـ B بالنسبة لمين بالنسبة للـ M تعال نشوف هنا مثلا نشوف الـ 17 والخمسة هل يطابقوا بعض بالنسبة للستة لا بدنا نشوف هذا ايش باقي قسمة الخمسة على الستة؟ ايوه بدنا نقسم خمسة على ستة، ايش باقي القسمة بيطلع؟ مين بيعرف ايش خمسة يا دكتور خمسة يا دكتور
ممتاز. خمسة خمسة باقي صفر تمام، يبقى باقي قصة الخمسة على الستة بيساوي خمسة. طب والسبعة عشر تقسيم ستة، سبعة عشر خمسة خمسة برضو بضل خمسة، يبقى الخمسة والسبعة عشر بنسميهم إيش؟ كونجروان، متطابقين. ليه بالنسبة بالنسبة لستة متطابقين. في عاد يعني نستخدم احنا ايش فحص تاني غير ان افحص الرقمين، بنقول هل الستة اللي هي الام بتقسم السبعتاش ناقص خمسة؟ اذا بتقسم السبعتاش ناقص خمسة فبرضو ايش بنقول؟ بنقول عنهم انهم متطابقين. يعني في عند القصد هان اكتر من طريقة لفحص التطابق. طب ال 24 وال 14 بالنسبة للستة؟ لا، ال 14 بالنسبة للستة باقي القسمة 2 وال 24 صفر صفر، صح؟ فبتطبقوش. طب تعال نجرب نقسم الستة، نشوف الستة بتقسمها 24 ناقص 14 10. هل الستة بتقسم العشرة؟ طبعا لا. ايش معنى ستة بتقسم العشرة؟ قلنا انه العشرة بتقبل القسمة على الستة، هاي معناها تقسم. الستة هذا ايش هي؟ هي الام، هي المربط، يعني الكونجرون، مربط العلاقة. الستة لما اقول انا عددين متطابقين لازم يكونوا بالنسبة لمين التطابق تبعهم؟ بالنسبة للستة او للام يعني بشكل عام، تمام. فهاي برضو العلاقة مهمة جدا، علاقة التطابق بين عددين بالنسبة للأم. تو يعني يقول لي إنه بدك تأخذ بالك من التطابق هان، إنه A بتطابق البي مد الأم، وهاي مختلفات جدا. هذا معناه A مد الأم بيساوي بي، هذه عملية باقي القسم اللي إحنا بنعرفها. كلكم بتعرفوا المد، تمام؟ وهاي عملية تطابق اللي حكينا عنها قبل شوي. يعني هاي الفرق بينهم، هذه عملية. يعني لما أقول أنا والله مثلا سبعة مد الأربعة إيش حيساوي؟ حيساوي ثلاثة، عملية حسابية عملية، يعني الناتج تبعها رقم. تمام. لكن هاي إيش الناتج تبعها؟ ما لاش ناتج، تقدر تقول لنا بتطابق أو لا تطابق، ريليشن يعني علاقة. علاقة بين عددين أو بين أعداد يعني، لكن هاي لا، هذه عملية حسابية. طيب الآن integer representations، هاي أعتقد الموضوع هذا الموضوع إشماله ما يعني بالنسبة لكم بسيط. ليش؟ فهذا إيش مسائل إشمالها يعني بسيطة وفيش فيها أي مشكلة. دائما التحولات العددية في الغالب هاي يعني مرت علينا. هنا بس في يعني function يعني مهمة شوية، نعرف احنا كخوارزمية صغيرة يعني كيف انا بحول من اللي هو integer لأي بيز، لأي بيز معنا من integer لثنائي، من integer لثماني، وهكذا. طبعا اهم عمليه في موضوع التحويل من عدد صحيح لاي بيز اللي هو القسمه وباقي القسمه، القسمه وباقي القسمه. فدائما لما تشوف اي فانكشن بتحول من عدد صحيح لعدد ثنائي على سبيل المثال، فبتلاحظ انه القسمه هي اهم شيء وباقي القسمه. فلو بدي احول العدد 10 لا عدد ثنائي، فمنقسم العشرة على اثنين، نقدر نقسم فيها ونأخذ باقي القسمة، تمام؟ نيجي الآن للسكشن 4-3 الأعداد الأولية، البرايمز، الأعداد الأولية. هذه الأعداد اللي لا تقبل قسمة إلا على نفسها وعلى الواحد، زي السبعة والخمسة والثلاثة والاثنين والإحداعش والثلاثاش والسبعتاش والتسعتاش والثلاثة وعشرين
29 31 37 41 43 وهكذا. هذول كلهم عبارة عن أعداد أولية. تمام. الآن في حاجة اسمها الفاكتور أو البرايم فاكتورايزيشن، إنه كيف إحنا نحلل أعداد نحلل العدد لعوامله الأولية، تحليل العدد للعوامل الأولية. ودائما هنا بنبدأ بأصغر عدد أولي. فمثلا 100 بيساوي 2 في 2 في 5 في 5. ال 641 عشانها عدد أولي ما لهاش عوامل أولية. 999 3 في 3 في 3 في 37. طب ليش بدلا من 3 ليش بدلاش من 2؟ لأن ببساطة لا تقبل القسمة على 2. فبنبدأ من عند أصغر عدد أولي. 1024 ل 2 أس 10. تمام. هذه هي تحليل العدد للأعداد الأولية. الآن سيف أوف إيراتوستينس اللي هي اللي بيسموها الغربال، طريقة الغربال عشان نحدد الأعداد الأولية. طيب فكرة الغربال ببساطة هاي إنه أنا عندي أعداد من 1 إلى 20 مثلا، تمام، نخزنهم في مصفوفة وبدنا نروح نغربل الأعداد الأولية اللي فيهم. فإيش بنسوي؟ نبدأ من عند العدد 2، نبدأ من عند العدد 2، بنروح بنقول نثبت الاثنين بنخليه زي ما هو في المصفوفة، وبنروح نحذف كل العناصر، كل مضاعفات الاثنين. تمام. ايش بنحذف؟ كل مضاعفات الاثنين. بعديها بنروح للعدد اللي بعديه، العدد اللي بعديه لقيناه 3، بنروح بنثبته وبنحذف كل مضاعفات الثلاثة. تمام. بنروح بعدين بنلاقي قدامنا بس العدد 5، تمام، بنثبته بنحذف مضاعفات الخمسة. لما نصل لنقطة انه ايش، انه خلاص كل الاعداد اللي ضايلة في المصفوفة هي عبارة عن اعداد اولية. تمام. الاعداد المتبقية هي اعداد اولية. هذه فكرة اللي هو السيف اوف إيراتوستينس. طيب نعيدها كمان مرة. هاي هنا شوف على هاي، هذا أعداد من 1 لـ100 شباب هنا. فإحنا في أول مرة مثلا رحنا هنا، لاحظ حددنا الأعداد اللي يعني خدنا 2 ورحنا حطينا خط تحت الأعداد اللي بتقبل قسمة على 2. إيش هما؟ 4 و6 8 10 12 14 16، كلهم حطينا خط تحتيهم. من هدول إيش مالهم؟ هدول خلاص بدنا نحذفهم، نعتبرهم تحتيهم خط يعني محذوفين أو أصفار. الآن منروح بعدد 2 على أول عدد فيش تحتيه خط، من هو؟ 3. أخذنا 3 ورحنا بعدين على كل اللي إيش مضاعفات 3. 6 طبعا 6 محط عليها خط من الاول اصلا، 9 وال12 وال15 وهكذا، فكتروا هذول كلهم نحط تحتهم خط. ايش بنسوي فيهم؟ كانه بنشيلهم، نحذفهم، بنغربلهم، كانه بنغربلهم وهكذا. لا عند، طب هذا الكلام وقت ايش بتضل هذا الاخر؟ لا، لعند جدر الان، يعني بس لعند العشرة. تمام. يعني اللي عند العشرة بوقف، حلاقي بعد فترة حلاقي بعد فترة انه الاعداد المتبقية اللي فيش تحتيها خط هي عبارة عن اعداد اولية، عبارة عن اعداد اولية. infinitude of primes، هذه فكرة
finitude of prime يعني بيقول اللي primes number أعداد لا نهائية، يعني كل من نحصل على prime number كبير كويس على عدد أول كبير ممكن نحصل على عدد أكبر منه، يعني الأعداد الأولية أعداد لا نهائية. يعني ما تيجي تقول لي والله هي عدد أكبر أول أنا وصلت له، لا بقول لك ممكن بعد سنة يكتشفوا عدد أول أكبر منه. مين بيعرف عدد أول كبير؟ أنا بعرف مثلا عدد أول كبير اللي هو 641 مثلا، المثال اللي حكيناه قبل شوي. تمام، مين بيعرف عدد أول أكبر من 621؟ 953. ممتاز. الآن عاد لو بيحصلوا على الجوجل وتقول أكبر عدد أولي هتلاقي العدد شماله كبير جدا، كبير لدرجة يعني مش طبيعية. تمام، لكن لا يعني أنه هذا آخر عدد أولي، لا، العدد الأولي عدد لا نهائية فقط. مرسين برايم، المرسين برايم هو عبارة عن برايم نمبر لكن على صورة، على صورة إيش؟ 2 أس بي ناقص 1، والبي هاد للأس برضو برايم، وير بي إز برايم. فأي عدد برايم نقدر نكتبه على الصورة هاي إيش بنسميه؟ بنسميه مرسين برايم بس. لكن هل كل عدد مكتوب بالصورة هذه هل هو مرسين برايم؟ طبعا لا. العدد البرايم واللي منقدر نكتبه على الصورة هاي 2 أس بي ناقص 1 هذا بنسميه مرسين برايم. ومثال على العكس غير صحيح، هي 2 أس 11 ناقص 1، هنلاحظوا نفس الصيغة هذه صح؟ 2 هاي ال 11 برايم ناقص 1 بيطلع 2047، لكن 2047 عدد غير أولي. تمام؟ فإحنا الآن الفكرة إنه إذا العدد أولي ومنقدر نكتب على الصيغة هاي فبيكون مرسين برايم، بنسميه مرسين برايم. تمام؟ هذا اكيد شرحه برضو الدكتور اياد كمان في هذا. في كمان distribution of primes، هذه برضو كمان اجوا بحثوا الناس اللي بتهتم في البرايم نمبر وقالوا طيب لو بدنا نعرف عدد الاعداد الاولية اللي اقل من 10 مثلا، مين بيعرف كم عدد اولي اقل من 10؟ والله لما أقول لك كم عدد أولي أقل من 10 بتجي بتعدهم الاثنين والثلاثة والخمسة والسبعة، قديش يعني؟ أربع أعداد صح؟ ممتاز، أربع أعداد. طيب أقل الأقل من 100، كم عدد أولي أقل من 100؟ أها هيك الأمور صعبة شوية، بدي أقعد أعد فيهم؟ لا، إيش 43 أقل طبعا، بس يعني كبشة بالضبط فيهم إيش؟ فيهم شوية بس مش 40 طبعا، أقل. طب كيف بدي أعرف أكم عدد؟ بديش أعرفهم إيش هما بس بدي أعرف أكم عدد. بقول لك والله في ناس اشتغلوا على النظرية هذه إن أقسم اللي هو 100 تقسيم لن المية، يعني أستخدم المعادلة هذه 100 تقسيم لن المية لوغاريتم للمية بيطلع تقريبا 20، فحيكون الأعداد الأولية حوالين العشرين، القصة تقريبية approximated. الحين قسم 10 على من 10 مثلا بيطلع تقريبا إيش؟ بيطلع 4 بس. فهذه المعادلة عشان نعرف كم عدد أولي أقل من 100 أو أقل من 1000. طبعا شباب هذه المعادلة تقريبية يعني غير صحيحة، قريبة يعني من الجواب لكن مش جواب صحيح. أعطي الجواب صحيح. هو هذه بتحكي عن عدد الأعداد الأولية اللي أقل من 10 مثلا، أقل من 100، أقل من X بس.
فهي فكرتها يعني. فمنقسم مثلا تقول لي والله ايش عدد الاوليه اقل من 10، كم عدد عفوا كم عدد، تقول لي 10 تقسيم لن ال 10، كم عدد اقل من 100، 100 تقسيم لن ال 100.